حبيبي الغالي، قرة عيني، بني، بنيتي، أخي، أختي، أمي، أبي، خلونا نجدد العهد مع الله جل وعلا، خلونا نتوب لله جل وعلا، خلونا نقبل على الله، خلونا نكون مع الله، فما خاب من كان مع الله. وقتي آزف على الرحيل، ولكن قبل أن أنتهي أحب أذكركم، ووالله ليس غلوا وأستغفر الله، وليس تعظيما للبشر وأستغفر الله، وليس تعديا وأستغفر الله، وإنما ذكرى لعلهم يتقون. تذكرون في العام الماضي لما كنت أتكلم معكم وأرسلت رسالة عن شاب أحببته في الله، أعددته ابنا من أبنائي، ما كنت لأذكره الليل عبثا والله، إنما أذكره لعل رحمات تنزل على قبره في هذه اللحظة. لعل فيكم من يدعو الله بصدق فيستجيب الله له. رحل عبد الله، بني لا زال إخوانك في ملتقى الخبر يذكرونك، بني لا تحزن لأنك قدمت أحسبك مهر الجنة، رضا الله ورضا والديك، رضا الناس، شهادة الخير، قبضت أحسبك والله حسيبك من الدنيا بشهادة التوحيد، كنت مصليا أحسبك كذلك. يوم من الأيام قابلني عبد الله في هذا الملتقى، وحينما أذكر عبد الله والله ما أذكره عبثا، لكن رسالة لشبابنا وأحبابنا. عبد الله اليوم ما هو معنا يا إخواني في ملتقى شباب الخبر، عبد الله اليوم تحت التراب، عبد الله اليوم ودع الدنيا بما فيها، عبد الله اليوم هناك في المقابر. عبد الله خرج من الدنيا لكن والله ما في جواله شيء حرام، عبد الله عنده صفحة على الفيسبوك لكن ما فيها حرام، عبد الله يذكره الناس بالخير، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. اسأل نفسك يا حبيبي، يا من أنت معنا اليوم في الملتقى، أين أنت غدا؟ وأين أنا غدا؟ أين أنا جميعا غدا؟ أين سنكون؟ ما الذي سينتظرنا؟ ما الذي سيعطينا ربنا؟ بماذا سنلقاه؟ هل ستختم أعمالنا بالصالحات؟ أم ستختم بأغنية؟ أو موسيقى؟ أو كذب؟ أو تعدي؟ أو عقوق للوالدين؟ أو عدم صلاة؟ أو مخدرات تضيع الدنيا والآخرة؟ يا شباب، عبد الله رحل وترك أثر. أنا بقرأ لك يا حبيبي الغالي رسالة، والله على ما أقول شهيد، جاءت على جوال أبوه الذي أسأل الله يجزيه عنه الفردوس الأعلى، هو وأمه وأجداده ومن كانوا سببا في تربيته، ويجزي ملتقى شباب الخبر الفردوس الأعلى، فقد كانوا أصحاب فضل عليه بعد الله،
لكن قبل أني أقرأ لك الرسالة يا حبيبي أبيك تسمع معي هذا المقطع، أبيك تعيش معي وتضع نفسك مكانه، ما ودي يغيب عنك هذا المعنى، أتركك وعيش هذا المقطع بارك الله فيك، وتذكر أنه كان في التشريفات يستقبلني ذات يوم من الأيام، فأسأل الله أن يرحمك يا عبد الله أنت وجميع موتى المسلمين. ورحل عبد الله وبقي أثره، ورحل عبد الله وبقي أثره. والآن مع نشيد بصوت الأخ عبد الله بن محمد المري رحمه الله. أبتدي بالحمد لله، أبتدي بالحمد لله، أحمده وأثني عليه وأعتب الله بالولايا وكل حرية بيني. كان لي ذل لشكوى ببتدي الشكوى عليه، يا لله يا لله وثمن جنة وحوق، وثمن جنة واشتكي همك على الله، واشتكي همي عليه، ما لنا يا أخوك غيره، نبتغيه ونبتجيه، نبتغيه ونبتجيه، نطلبه درب متين، نسلك نمشي عليه، يا لله يا لله، وثمن جنة وثوق، وثمن جنة وثوق. فقد اللي خل غالي، فقد الدلع المتين، فقده والعين تلمع وضفا يهي ودين. خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين، يا لا 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 يا لا لا لا، وسنين ابنا تدور، وسنين ابنا تدور. منشد القمر ودور السما من شد ليل، وانشد الطايل واقول له ويلي اياك يا زميل، قبلي ما يطوى كتابي وين الاقي له مثيل، يا لله يا لالي، ما بدا فيكم قصور، ما بدا فيكم قصور. عزتي لك يا خوي همك الليل طويل، فقد لك راسي مالك، فقد الجول الجميل. اطلب الله لك جنانا واطلبه ظل ظليل، يا لا 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 يا لا لا لا، والوعد جنة وحور، والوعد جنة وحور. هذا عبد الله يا شاب، هذا عبد الله بن محمد المري، رحل ولكن ترك أثر. هل تركت أنت أثر؟ تركت في اليوتيوب أفلام حرام، ربما تركت في اليوتيوب ما ينفعك من محاضرات وقرآن وخيرات. الله يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. عبد الله ترك أثر، ما هو في قلبي بس، في قلوب الكبار والصغار، عند العجائز والشيبان، شابات شباب. أقرأ لك الرسالة واحكم أنت بنفسك، هل سيكتب لك أم لا؟ وظننا بالله عظيم، وظننا بالله جل وعلا ما يخيب، ما يخيب أبدا. هذه رسالة جاءت من أحد الإخوان يرسلها ليحكي الحال بعد عبد الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله إني مستحي منك وأقول لك هذا الكلام، أبشرك
أبتوب إلى الله جل وعلا. واللي تبت على يده تدري من؟ عبد الله بن محمد المري. واللي تبت على يده عبد الله بن محمد المري، أسأل الله أن يتغمده برحمته. إن كنت تريد الخير فاسمع، أنا كنت متفق مع بنات، اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا أحبابي، لا تغركم المظاهر، اسمع يلي بيجرب الكبائر، أنا أقول لك يكفي، اسمع. قال أنا كنت متفق مع بنات في الخارج ليفعلون الكبيرة، أجلك الله في الاستراحات، فوالله إن دمعتي على خدي ودمعتي تنزل من عيوني وأنا أكتب الرسالة. أبشرك والله أتلفت كل شيء لله جل وعلا، فوالله لو أقول لك وش كنت أسوي قبل تدمع عينك وتدمع عيوني وافتح غرف صوتية، أغاني تواصل تعري، ما نريد أهل الدين، ما نريد الخير، إذا جانا الناصح نرده، نريد سيئات. فوالله إني أحس شايل ذنوب الدنيا لأني فاتح غرف صوتية أكثر من 13 غرفة كلها تحارب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأي واحد يدخل الغرفة تجيني ذنوبهم، يا الله وين أتحمل هذه الذنوب؟ لكن أغلقت الغرف وكل شيء، اسمع، وكل شيء أغلقته في حياتي، حتى الفيسبوك أغلقته، دعواتك بأن الله ثبتني. أشكرك على حرصك لنشر الخير، والآن أبروح المكة لكي أؤدي العمرة. أبشرك بغير كل شيء في حياتي، سواء أرقام جوالات مواقع، كل شيء سأتركه لله. صدق لو قلت لك إن معي في جوالي صور لا ترضي الله سأتلفها لله. والله إن في سيارتي الآن 2000 حبة مخدر، سأتلفها لوجه الله، والسبب عبد الله المري. نعم الله يهدي من يشاء، ولكن جعل أسباب، وكان سبب هداية أخونا عبد الله. يا شباب أدركوا السفينة، يا شباب والله إننا نحبكم، أقسم بالله نحبكم، وأقسم بالله نرجو الله لكم خيرا، فأسأل الله ألا يحرمكم الأجر. يا شباب في ختام رسالتي أقول أحسنوا الظن بالله مهما بلغت الذنوب ومهما اشتدت ومهما كثرت، أحسن الظن بالله جل وعلا، وتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنت أحسن الظن بالله، وتذكر أن الله جل وعلا يسمعك ويراك ويعلم خفيتك وظاهرك وباطنك. فأعلن التوبة من الله. يا شباب كلنا نجر إلى الله، وكل واحد منا يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، وأبشر بالجواب. قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن. اللهم اغفر للشباب يا رب العالمين، اللهم تب على الشباب والشابات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا بمشايخنا حكامنا ومن دلونا على الله جل وعلا في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم وأنت مستوي في عليائك استواء يليق بجلالك، ألا تجعلنا نغادر هذا المكان المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتجاوزت عنا وغفرت لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين، اللهم اجز والدينا عنا خيرا، اللهم اجز والدينا عنا خيرا، اللهم اجز والدينا عنا خيرا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنات ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجز والدينا خيرا، اللهم اجز من كان سببا في حضوري في هذا العام خير الجزاء. اللهم اغفر لشيخنا الشيخ صالح اليوسف، اللهم اغفر له وارحمه واجزه خير الجزاء. اغفر لمن قدم لي أخي وحبيبي الشيخ خالد، واغفر لإخواني المنظمين جميعا والذين ساهموا في النقل والذين حضروا، واغفر للشباب والشابات والأمهات والآباء. يا رب اجزي أمير هذه المنطقة عنا خيرا، اللهم اجزي أمير هذه المنطقة عنا خيرا. اللهم اغفر لنا وله وتب علينا وعليه. يا ربي احفظ بلاد الحرمين من كل سوء. يا رب فرج على إخواننا في سوريا، يا رب فرج على إخواننا في سوريا، أرينا بالظلمة هناك عجائب قدرتك. اجعلنا يا ربي ممن قبلت دعاءهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وجعلتهم من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكرا لكم يا شباب، شكرا لكم يا إخوان، شكرا لكم يا أخوات، شكرا لكم يا مشائخ الفضلاء على تكرمكم بسماع كلامي. شكرا للجميع، رفع الله قدركم وجمعني بكم في الفردوس الأعلى، جزاكم الله عني خير الجزاء. أشهد الله على محبتكم في الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ولقد غمرنا الشيخ صلى الله خير بمشاعر الفياضة ونحن نبادله نفس الشعور. أسأل الله جل وعلا يجمعنا وإياه في مستقر رحمته. والشيخ حينما يغمرنا بهذه المشاعر فلنا وله في ملتقى شباب الخمر قصة محبة طوال مسيرة هذا الملتقى، من الملتقى الأول حتى الملتقى السادس. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته وأن يجعله خالصا لوجهه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.